الكل يبحث عن فرصة للتألق، والكل يحمل أفكارا، لكن فرص النجاح ليست متساوية. فالتنافسية المرتفعة التي تميز السوق اللبنانية تصعب من مهمة رواد الأعمال الشباب. علا أطلقت مؤسستها الصغيرة باستيراد مستحضرات التجميل قبل أقل من عام برأس مال يقارب 3000 دولار فقط. اليوم تملك بضائع بنحو 60000 دولار، لكن تفاصيل إدارة الأعمال تتطلب أكثر من فكرة وتخطيط جيد. هذه التفاصيل هي التي ترهق علا. واحد بزنس بيكون فاتح جديد بده يكبر، ولا يكبر لازم يكون في عنده عدة عوامل. واحدة من أهم عوامل هن الكاش، وإلا بتكبري بس مش بالنبط اللي بتقدري تكبري فيه، مش بالبوتنشل تبعك. فهي نقطة مهمة، وللأسف هيدي النقطة يلي نحن كأنتربرينورز مانا بإيدنا. وتنتشر في الفترة الأخيرة البرامج التي تقدم المشورة والتدريب لرواد الأعمال الشباب. عم نلاحظ أنه المشاريع اللي عم بتكون بلبنان من كل القطاعات، يعني عم نشتغل مع القطاع الصناعي، الزراعي، التجاري، الخدمات والحرف، بس أكثر شيء عم بتكون من القطاع التجاري. بتعرفي دايما الشخص اللي وقتها بده يأسس مشروع بفكر أنه بدي أنا مخاطرة أقل، يعني بدي أخسر أقل، بقى بيعتبر أنه دايما التجارة هي أنه الأسهل، ما في عنده آلات، ما في عنده مكانات. بدك ضلك تفهم الماركت اللي عم تشتغل فيه، لكل شيء عم تعمله وكل الديسيجنز اللي عم تاخذهم. يحاول الشباب الجدد على عالم الأعمال الاستفادة من مثل هذه الجلسات المتخصصة مع رجال أعمال نجحوا في أن يكونوا روادا في مجال عملهم، فناقشوا وبحثوا وطرحوا الأسئلة. وكانت النصيحة الموجهة لهم بأن الفكرة الجيدة هي التي تستطيع اختراق الأسواق أولا، يليها حجم رأس المال الموظف. في إمكانيات بالبلد أنه يقدروا الشباب يدخلوا على سوق العمل، يأسسوا شركات صغيرة، يمكن بتبلش صغيرة وبتكبر، إنما التخصصية ضرورة، وضرورة أنه يقدروا يعرفوا شو هي حاجات البلد، شو هي متطلبات العمل. ويعتبر التمويل أول المعوقات التي تواجه الشاب اللبناني في دخوله عالم الأعمال، يليه حجم المنافسة الكبيرة ووجود شركات احتكارية كبرى من الصعب مجاراتها. من الصعب تعميم التجربة سواء كانت ناجحة أم لا. ويقول أحد الشباب الباحث عن تمويل لمشروعه إن السوق تستوعب الجميع، لكن شروط النجاح أكثر تعقيدا وصعوبة. جيهان المصري، CNBC عربية،